معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عماد الدين الجبوري. مرحبا بك دكتور عماد الدين. نبدأ من تصريح اياد علاوي الذي قال إن إيران تتدخل في قرارات العراق وتدعم أحزابا موالية لها، كيف تقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟ بلا أدنى شك هذا ليس بجيد. القاصي والداني يعلم الهيمنة الإيرانية في العراق، وفي نفس الوقت الكل يعلم ويدرك لولا الضوء الأخضر الأمريكي منذ البدء ما وصلت الأذرع الإيرانية إلى سلسلة الحكم، وما استطاعت إيران أن تهيمن طيلة السنوات الماضية. هنالك في الأفق تغيير في السياسة الأمريكية، العمل على تقليص وتحجيم الدور السياسي الإيراني في العراق. إيران حسب تصوري من الإجحاف أن نقول منافسة أمريكية إيرانية في العراق، على العكس إيران تعلم أنها ليست تمتلك تلك القوة الندية تجاه ما تريده أمريكا، بدليل أنه عندما قاربت أن تأخذ الخط البري ما بين من طهران إلى 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 بيروت، وأمريكا رفضت وصول الميليشيات على الحدود العراقية الإيرانية، وعندما لم ترصى أحد الأذرع وهي كتائب سيد الشهداء، وجدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربة مؤلمة وموجعة إلى هذه الميليشيات وقتلت 36 وجرحت 75. يعني هذه الخطوط الحمراء موجودة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحجيم الدور السياسي الإيراني في العراق، إلا أنها لا تريد إنهاء الوجود الإيراني المهيمن على أمور كثيرة. إيران ستعمل جهد إمكانها أن تقلل من هذه الصيغة التحجيمية، من هذا التقلص، تريد تقليله، ولكن حتى وان لم تستطيع فهي تمتلك ايضا خطوط اخرى تجاريه اقتصاديه ماليه وامور شتى هي مهيمنه على الجانب العراقي. نعم، في الجانب السياسي عفوا دكتور عماد الدين، قبيل الانتخابات الى اي مدى برايك وصل نفوذ ايران في ظل مخاوف امريكيه بتدخلها في تحديد مسار الانتخابات المقبله في العراق؟ يا سيدي الكريم، أمريكا تعلم، أمريكا ليست تلك السذاجة والغباء لكي تريد أن تخشى شيء وتقلق من شيء، هي تعلم أرض الواقع بيد إيران، إيران هي المهيمنة، وهذا هو الضوء الأخضر الأمريكي لها منذ البدء. يعني إيران عندما نقول مهيمنة ليس بجانب سياسي، جوانب شتى. يعني حتى أصبح الجيش العراقي المفروض يحمل عقيدة وطنية نراه الآن مهلهلا ضعيفا، القوى الميليشية المؤلية لإيران هي الآمر الناهي، وهذه القوة لم تتحرك ولا الغطاء الجوي الأمريكي لها وتستفحل في كثير من المناطق، هذا أرض الواقع. ولكن الذي نخشاه وكما يقال أو ما يشاع في الأخبار أنه هنالك زيارة إلى ولي عهد السعودية للعراق، ووصلت الجيوش الأمنية السعودية والأمريكية لتهيئة هذا الجو، الذي نخشاه هي أنه إيران وان تقلصت من الجانب السياسي اجنحتها او تم تخفيفها، بغض النظر عن الصعلوك قيس الخزعلي وغيره من الصعلوك يقولون ما يقولونه في اتجاه امريكا، اللعبه التغيير القادمه لا محال، ولكن يجب ان يعلم الذين يدعمون تقليص الوجود الايراني او الوجود السياسي الايراني في العراق ان هنالك فجوه تتسع يوما بعد يوم، والفجوه كبيره ومهوله ما بين هذه الطبقه السياسيه وفئات الشعب العراقي برمته. نعم. هل أنتم مع الشعب أم أنتم مع الطبقة السياسية؟ هذا هو السؤال. نعم، وربما استمعت إلى حديث العبادي عن محاولاته لتقليم أظافر الميليشيات، ولكن كيف سيستطيع تفعيل ذلك؟ هل ستسمح إيران للعبادي بهذه الخطوة؟ يا سيد العبادي، وكما سمونه منذ البدء رجل الصدفة، عندما يقول أجابه أو أحارب أو أقضي على الفساد يقول دون أي تطبيق. يعني يجب أن تكون هناك آليات، لا يكفي لرئيس وزراء وفقا لدستورهم هو القادة عن القوات المسلحة يأتي بتصريحات دون آليات. يعني بدورنا كمراقبين ومحللين ومتابعين ننظر ما هي الآليات، لا يوجد غير فقط تصريح فضفاض لا يغني ولا يقدم أي شيء، مجرد تصريح. ما هي الآليات؟ ما الذي يمتلك الجيش؟ الجيش اتجاه القوى الميليشية يعتبر ضعيف،
حتى انه وجدنا في احدى الدبابات الرامز الاربع عندما اخذتها الميليشيات من الجيش العراقي، امريكا يعني فتحت الضوء الاحمر انه يجب ارجاعها. يعني ما هي الاليات التي يتكلم بها حيدر العبادي؟ لا توجد يا سيدي، مجرد تصريحات فضفاضه لا تقدم شيء. شكرا جزيلا لك من لندن، اكاديمي والباحث السياسي دكتور عماد الدين الجبول.